لازم ننزل الطوب اصلا الاعلام من الحسين. ودرج حديد اطلع. إذا بدك خرجوا كل المنازل، سكان المنازل كلهم حشروهم في بيت في راس مكان بعيد عن هون، راحوا حشروا 120-130 واحد بغرفتين. ومن ثم يعني انا اجيت بعدين هون شويه صغير مع الضباط عشان في ناس كانوا لسه موجودين في بيوتهم، انا خرجتهم عشان التفجير. ومن ثم بداوا يفجروا البيت تفجير، يعني وضعوا متفجرات داخل المنزل، فجروا البيت وفجروا، يعني قالوا لي انهم بس حيفجروا البيت نفسه، يعني البيوت الثانيه مش حيصير فيها اي شيء، ولكن كانوا كذابين كالعاده كاذبين. ومن ثم يعني فجروا البيت نعم، ولكن يعني دمروا العماره تدمير حقيقه. العمار الان غير يعني اي للسكن، يعني ضربوها من اساساتها. تعتدوا سافية عشان هيك كانت زي تعتدوا سافية.